الأحداث الأخبار. مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أكثر من 10 مؤسسات تونسية متخصصة في مجال الطاقات المتجددة تزور في إطار باحثة اقتصادية تقودها كونكت الدولية للولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الفرص التجارية والشراكة والتعاون الفني ونقل الخبرات بين تونس والولايات المتحدة. وتتضمن البعثة التي انطلقت يوم 9 من سبتمبر الجاري وتتواصل حتى يوم الخميس زيارة إلى أهم معرض دولي للطاقات المتجددة للسنة الثالثة على التوالي بعد نجاح البعثتين الاقتصاديتين سنتي 22 و2023 وفق ما صرح به لمزيك رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة كونكت معز عزيزة. احنا اليوم اكثر من 10 مؤسسات تونسيه عامله بمجال الطاقات المتجدده في تونس موجوده لهنا في الولايات المتحده الامريكيه تحديدا في مدينه انهايم معرض ار او بلس تحت اشراف منظمه الاعراف كونكت. احنا لهنا موجودين كما توجدنا قبل سابقا في عديد التظاهرات الدوليه. الهدف من الزيارات هذوما المتكرره هو ان نكون متواجدين في كل ما يكون ثم جديد، تبادل الخبرات مع المهنيين في جميع قطاع العالم، باش تكون ثم دي رونكونتر بي تو بي لمزيد ادماج مؤسسات نتاعنا التونسيه في هذا المجال المتحرك والمتطور جدا. نقولوا نحن تقريبا احنا اليوم في اليوم الثاني نجم نقولوا حققنا جزء كبير من الاهداف نتاع الزياره نتاعنا هذه. مازال عندنا يوم اخر هو يوم الاختتام نتاع التظاهره هذه، وان شاء الله باش نكونوا تقريبا وفرنا اغلب الظروف لانجاح التظاهره هذه، وباش ان نروحوا بمخرجات تفيدنا وتفيد المؤسسات الاقتصاديه نتاعنا. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي اليوم 42 بعد 300 من العدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة من القطاع في الوقت الذي دوت فيه سفارات الإنذار في ينتيف عسراه بغلاف القطاع، مما يشير إلى أن المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على منافذها وتقتحم مخيم الفرع جنوبي طوباس، فيما المقاومة تتصدى لها وتخوض الشبكات الضارية معها. الخارجية الألمانية تقول أن مقتل 6 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة غير مقبول، مضيفة أن الكيان الإسرائيلي يتحمل مسؤولية حماية موظفي الأمم المتحدة. في الولايات المتحدة كامالا هاريس ودونالد ترامب يستأنفان الخميس الحملة الانتخابية، فيما تأمل المرشح الديمقراطي للرئاسة بأن يساهم أداؤها القوي في المناظرة مع منافسها الجمهوري في تعزيز فرصها في الوصول إلى البيت الأبيض. في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر مضطرب ثم شديد الاضطراب ليلا، الحرارة القصوى في ارتفاع طفيف حيث تتراوح بين 27 و33 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية وبين 34 و37 درجة في بقية الجهات. الموعد الآن في الميديكو مع أنيس مرعي وكامل الفريق، ابقوا معنا.